ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد النهاردة عن كيفية تنظيف الغسالة وازاي نعمل لها دورة خل. الغسالة اللي معانا النهاردة نوعها LG، دي غسالة فوق اوتوماتيك زي ما حضراتكم شايفين كده، هي 11 كيلو. احنا مش هنتكلم عن الغسالة النهاردة، احنا هنتكلم ازاي نعمل لها دورة خل بحيث ان هي تنضف من اي شوائب او املاح مترسبة فيها، وازاي ننظف الحلة نفسها يعني ننظف جسم الغسالة نفسه. احنا هنا ده جسم الغسالة، تمام. انا هفضيه طبعا من اي هدوم موجودة بالشكل ده كده، تمام، زي ما حضراتكم شايفين. الاول نتأكد ان الغسالة الجزء اللي بيكون فيها خاص بتجميع الشوائب اللي هو الفلتر، اللي هو الجزء ده بتفك في غسالة LG بالشكل ده، هتلاقوا فيه الفلتر ده، تنظفوه زي ما حضراتكم شايفين كده. بيكون فيه زي الحاجات اللي هي بتبقى بتتنتش في الهدوم، والوبر اللي بيكون فيه الهدوم طبعا بتجمع هنا في الغسالة. انا هنضف الجزء ده، وكمان في واحدة زيها هنا يا جماعة، هنضفها وارجع لحضراتكم تاني. انا كده نظفت الفلاتر الموجودة في الغسالة. كل اللي انا هعمله بعد كده هستعمل الخل بتاعي، خل الطعام العادي اهو، هي ازازة خل احطه بما يعادل مقدار كوب واحد بس، تمام، اهو في الغسالة بتاعتي. ثواني كده، احط بمقدار بما يعادل الكوب يا جماعة، تمام، خلاص كده اهو، زي ما حضراتكم شايفين كده خلاص. طبعا الخل ده فايدته ان هو بينظف جسم الغسالة نفسها، لو في اي شوائب او املاح مترسبة او شوائب اي حاجة مش كويسة موجودة في الغسالة او جسمها نفسه. كمان حلوة قوي موضوع الخل ده او دورة الخل، لان هي بتعمل اعادة بناء زي كده، اعادة ترميم لو في حاجة بايظة، هي نفس الحكاية. كمان الدورة دي المفروض ان احنا نعملها شهريا، يعني كل شهر نعمل الموضوع ده عشان نحافظ على الغسالة بتاعتنا وان هي تقعد فترة طويلة، يعني بنمد في عمرها، تمام. انا هقفل الغسالة بتاعتي، مش شرط نوع اللي جي يا جماعة، ممكن اي نوع عادي. انا هاجي هنا اهو، تمام، وهعمل لها برنامج تنظيف. انا في هنا عفوا البرنامج اللي هو بتاع تنظيف الحوض، هختاره من هنا، شغل الغسالة بتاعتي الاول اهو، تنظيف الحوض، تمام، اللي هو الجزء ده هو عبارة عن 2.5 ساعة تقريبا، يعني 2.5 ساعة، تمام. وهسيب الغسالة بتاعتي تشتغل. لو عملت كده هنا في على الزر ده اللي هو بدء او توقف مؤقت، خلاص لو عملت كده خلاص الغسالة بتاعتي اشتغلت، تمام. ان شاء الله لو عملتي الموضوع ده يعني كل شهر مرة واحدة بس الغسالة بتاعتك، انا هعمل هنا ايقاف مؤقت بس على ما اكمل الفيديو. لو عملتيها مره واحده بس كل شهر ان شاء الله الغساله بتاعتك مش هيحصل لها اي حاجه، مش هتحتاجي ليها صيانه، مش هتبوظ يعني ان شاء الله يعني، تمام. فجربي الموضوع ده، واتمنى ان انا اكون قدرت افيد حضراتكم. لو حتى بحاجه بسيطه، مع السلامه.